الوزن المثالي. الوزن المثالي. الوزن المثالي. هلا حبيبي. هلا اقول كل مرة اجينا هنا ايه لازم تقطون علي. ها؟ اجينا هنا لان انت الوحيد في الشباب اللي وزنه مثالي. وزنه يبا احنا ايه انت زايد وزنك وانت زايد وزنك. انت الوحيد اللي مثالي. اللي يبي وزن مثالي مالك الا الوزن المثالي. وعقبال اللي بالي بالك. اي والله عقبال اللي بالي بالك. غثكم انا بجسم يا لا لا غثكم لا لا احنا نبي مصلحتك يعني يا اخي. اذا ما تلات تجي تشيل صح صح معاك. انا في ناس يدورون ما حد كذي عشان نصحى يا سامي نصحى. اذا ما تجي تشيل يبا لا تشيل. لازم نشيل ما نقدر ما نشيل. انا ادور مصلحتك يا اخوي. قاعدين نصحى ما نجهنا لك. تفضل 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 تفضل. انت اساسا ان شاء الله مش مش قدامي مش قدامي مش ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يوكن 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 يمشي قدام. لا اذا صار عندك اعلان عن الوزن المثالي انا اللي تجيبي انا في السياره. ما شفت حاولت نصحه. انت اخو الكبير نصحه ما يسمع مني. ما يسمع. انت ممكن يسمع منك. انت عميد العائله. انت عميد العائله على الطل. انت اقول لك على الطل. اقول على الطل اعطيك واحد مخمس. امز جران امشي امشي امشي. جبها 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 خلاص امشي امشي. لا تخفض وزنك خلاص امشي بس امشي عساك تنزل في الوزن. زاد 22 كيلو ما شاء الله. في كم؟ خلال شهر و20 يوم.